لا يوجد مشكلة في أن يرصف المواطن شارعاً ويسميه باسمه، هذا ما أكده دكتور خالد زكريا العدلي محافظ الجيزة، مضيفاً أنه يسعى إلى تحقيق جودة المنتج للمواطن في كل الخدمات المقدمة له، سواء في رصف الطريق أو إضافة أو إصلاح الصرف الصحي أو بناء مدرسة، قائلاً أن حل المشاكل بمحافظة الجيزة مرتبط بتوفير تمويل كبير، وحالياً نحتاج 500 مليون جنيه وهذا غير متوفر بميزانية الدولة، مشيراً إلى أنه يجب أن نبحث عن حلول غير تقليدية بعيدة عن الدولة، وأهمها التركيز على المشاركة المجتمعية. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.